إننا نقف اليوم وبقلوب يعتصرها الألم على ما يجري مع أهلنا في غزة الأبية من الإجرام اليومي والوحشي جراء العدوان الإسرائيلي، وما يشفي ويثني صدورنا هي الرجولة والاستبسال والتضحيات التي يقدمها الأبطال الشجعان ضد هذا الإجرام والذي يمارس عليهم كل يوم. نقف اليوم بمشاعر صدق تجاه ما يحدث هناك ونعبر عن تضامننا الأخوي. نظمت مدرسة المحدثة فعالية تضامنا مع أهلنا في غزة تعبر عن وقوفنا بجانبهم، حيث تضمنت عدة فقرات قام بها تلاميذ المدرسة وأشرف عليها المعلمين والمعلمات، وحضر الفعالية رئيس المجلس المحلي وعدد من مدراء المنظمات العاملة في المنطقة وقادة عسكريين وممثلين من الفعاليات المدنية. طبعا نقف اليوم زملاء أمام وقفة تضامنية تعبر عن وقوف الشعب السوري الثائر ووقوف كل حر مع الشعب الفلسطيني. أحببت أن أذكر بنقاط مهمة جدا، ألا وهي أن الذي حدث في غزة أنا أعتبرها هي رسالة ربانية، رسالة ربانية لنا كثوار، لنا كأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم. تقيم مديرية التربية والتعليم في مدينة جرابس وريفها اليوم حفل في مدرسة المحدثة، يعبر هذا الحفل عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعاني الويلات من الصهاينة. طبعا تخلل هذا الحفل مجموعة من قصائد شعر، مجموعة من كلمات، ابتدأ هذا الحفل بآيات من القرآن الحكيم. أيضا تم تقديم مجموعة من عروض المسرحية من العروض الشعرية. كان مجمل هذا الحفل يعبر عن وقفة تضامنية لمدينة جرابلس، أطفال مدينة جرابلس مع أطفال غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب، نسأل الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين. نشكر كل من كان له اليد في إنجاح هذا العمل. صليت حتى ذابت الشموع، ركعت 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 حتى ملني الركوع. يا قدس يا مدينة من مدرسة المحدثة. اليوم عملنا احتفال تضامن مع أهلنا في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي. علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا. علمونا